السلام عليكم مشاهدي، مرحبا بكم في هذا الفيديو. نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ونتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم. هذه الوصفه الرائعه ان شاء الله يا ربي، اللي هي سهله بزاف، وتوجديها في 5 دقائق تكون واجده عندك هذه التحليه ولا الديسير. كيف كتلاحظوا ما يمكنلكش تعطي الضيوف ديالك الفريز ولا الفراوله بوحدها، ما يمكنلكش تحط البانه من غير الوقت الديسير. كيف كتلاحظوا تبارك الله ما شاء الله الديسير ديالنا ما شاء الله هذا وقته، علاش لا، بسم الله على بركه الله. تابعوا معي الطريقه والمقادير، ما كاينش مقادير بزاف، وانما هي وصفه اللي هي الكل كيبغيها تبارك الله ما شاء الله، وهي تحطيها في اي وقت عندك، دخلوا عليك الضيف على غفله ولا بعض الاحيان كيكون الانسان مزروب ولا ما كاين ما يدير، مازال ما وجدنا والو، ولا وليداتنا صغار كنبغيو نحطوا لهم شي حاجه. على هذه الطريقه هذه كيف كتلاحظوا ان شاء الله، من بعد ما غادي تغسل الفراوله ولا الفريز ديالك مزيان، ولا ترقديه في الخل واحد 5 دقائق، عادي تغسلو وتنشفو مزيان على هذا الشكل هذا كيف ما كتلاحظوا، ما يبقاش فيه الماء، وكنقطعوه بالشكل اللي حبيتي، ولكن من الاحسن هكا على الشكل بحال اللي غدير به المربى او الكونفيتور، وكتقطعيه اختي على الشكل هذا. ضروري انا فيا واحد الطبع كنحل اي حاجه كما كانت، بغيت نقطعها كنحلها من الوسط ونفيريفيها ولا نقلبها مزيان نشوف واش فيها شي حشره ولا شي حاجه، ولا مزيانه ولا ما مزيانه، نشوف الوسط ديالها وكنتابع العمليه كيف ما كتلاحظوا اخوتي خواتاتي. ونتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ولا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي ما عليكم الا الاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس باش يوصلك كل جديد. كما كتلاحظوا هذه هي الكميه اللي استعملت، فهي تبارك الله ما شاء الله كتحط كميه كبيره، وكنديروا لها سكر حبيبات كيف ما كتلاحظوا، واحد جوج ملاعق كبار الزلافه ديال تقريبا زلافه ديال عفوا الفراوله مقطعه او الفريز، وكنديروا له جوج ملعقة كبار ديال السكر حبيبات. وكيف كتلاحظوا البنان او الموز ولا اي فاكهه عندك، التفاح ولا البرتقال ولا اللي متوفر عندك اللي في المطبخ ديالك ولا في الثلاجه ديالك، ان شاء الله يا ربي عادي دير به الديسير من بعد هذا الفيديو هذا. وكيف كتلاحظوا قطعوا من الاحسن صغير فقط، كنبغي نشارك معك فكره، ولكن الا قطعتوا على 4 كيجي احسن، كتشقوا على 2 وتعاودوا على 4 وتقطعوا. انا كما كتلاحظوا قطعته فقط دوائر، وغادي نحتفظ به وندوزو باش نديرو ان شاء الله التحليه اللي هي سهله بزاف كما قلت لكم، 5 دقائق بدون بيض بدون فورم بدون كريمه بدون تبارك الله ما شاء الله، وهي تحليه راقيه او ديسير راقي تبارك الله ما شاء الله. على الشكل هذا كنحط انا كما كتلاحظوا البنان والموز عندي مقطع كبير، يمكن لكم تقطعوه كل قطعه على 4 كما كتلاحظوا باش يجيكم صغير احسن ويعطي ديكور افضل. وكيف كتلاحظوا غادي ندير البنان او الموز في طبقه سفليه ولا طبقه التحتانيه على هذا الشكل هذا دغيا يعني تبارك الله ما شاء الله، توكل وتاكل وترتاحي مع وقتك، ترتاحي وعاد توجدي الماكله على هذا الشكل هذا بهذا التحليه هذه، غادي تاخذ راحتك ان شاء الله. وهكا عندي الياورت اللي هو تبارك الله كنظن حتى دار ما هي خاويه من الياورت، ولا ما فيهاش الياورت دائما متوفر عندنا، ولا الضياف اللي جاو كيجيبوا معاهم الياورت يعني دائما تبارك الله، ورخيص يعني واخا ما والو ما يكونش عندنا في الدار، نصيفطوا عليه ولا ننزلوا له نهزوه من الحانوت، يعني ماشي شي حاجه غاليه. وهكا خوتي خواتاتي كندير الفرشه الثانيه، وكنحاول نثبت ولا ندخل الياورت شيئا ما في هذا البنان باش كيعطينا طبقه يعني تجي بيضاء واضحه من برا، وهذا البنان اللي عادي يتعطل شويه في التصويب ديالو ولا عاد عيشري شي حاجه، من الاحسن ندير واحد شويه ديال عصير البرتقال او عصير الحامض اللي متوفر عندك باش ما يكحلكش. وهكا كندير كما كتشوفوا واحد الطبقه اللي كتعطينا من برا اللون ابيض، كيجي بحال شكل بحال اللي دايره الكريمه، ولكن هي ما هي لا كريمه ولا والو، ومن الاحسن الياورت افضل من الكريمه. وهكا خوتي خواتاتي كندير واحد التحليه اللي هي ما شاء الله عليها، ونتمنى لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكركم بزاف خوتي خواتاتي على المشاهده. كما كتلاحظوا هاد الديسير اللي حطيناه بالسكر جانبا، ولكن انا كنخلطو مؤخر، الا بغيتيه يجيك معسل اكثر خلطو وعاد حطو وعاد دوز باش تقدي الكؤوس ديالك، هكا كيعطيك واحد تبارك الله ما شاء الله كيجي ملوبن كيجي طلق الخيط.
مع السكر، وخصوص اللي كان طايب الفراولة أو الفريز طايب مزيان على هذا الشكل هذا. كيف ما كتلاحظوا غادي نضيف طبقة على هذا الشكل هذا اللي كنشارك معكم. وكنشكركم بزاف خوتي خواتاتي داخل الوطن ولا خارج الوطن، وما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم، كنعرفكم كرامين تبارك الله ما شاء الله. وهكا خوتي خواتاتي كنتابعوا العمليه، صلوا على الحبيب عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. والتحليه يمكن لك ديرها في السحور في رمضان، وعواشركم مباركه سعيده مسبقا. وكيف كتلاحظوا هذه التحليه هذه تاكليها مورا المغرب بعد ما تفطري وما تعمريش كتشك مزيان تبارك الله ما شاء الله، فهي روعه ومغذيه ايضا. وهكا خوتي خواتاتي حتى اللي ما عندوش المولينيكس ولا يعني كيتعذر عليه باش يطحن الفراوله ولا اي ديسير باش دير العصير، هكا كيكون ساهل ومديكوري ومفيد ايضا علاش لا. وكنتابعو كما كتلاحظوا كنعمرو مزيان. حبيتي دير بالفرشاه الفرشه الاولى اللي عندك دابا، هذا الشيء اللي استعملت انا هذه الكميه جوج بواطات ديال الياغورت. وهكا كندير ويدات ديال اوراقات ديال النعناع كيف ما كتلاحظوا، باش كيجي الاخضر مع الاحمر مع الابيض، كيجي يعطي واحد الديكوراسيون اللي هو رائع ما شاء الله. وكيف ما سبق لي وقلت لكم عندي جوج بواطات ديال الياورت هنايا، يعني ماشي بزاف وتبارك الله، حط كميه كبيره مع شويه ديال الفراوله او الفريز، شويه ديال الموز او البنان. وهكا يمكن لك ديرها باي فاكهه متوفر عندك اختي، ولو حتى البطيخ علاش لا، البطيخ الاحمر ولا البطيخ العادي الاصفر ولا اي نوع اللي عندك متوفر في المنزل ديالك. وكي كنديروا بعض القطع ديال الفراوله باش ما كيغطيش لينا الوريقات ديال النعناع يجوا كيبانوا. وكنتابعوا هكا كيبقى ديكوراسيون على حسب الاختيار ديالك اختي تبارك الله، راه الكل عنده ما يعطي في المجال، فقط هي افكار كنتقاسمها معكم كما كنقول لكم دائما، راه تبارك الله عليكم حتى نتوما عندكم ما تعطيو في هذا المجال. وكيف ما كتلاحظوا ما شاء الله جا ديكور على هذا الشكل هذا. انا كنشارك معكم هي هاد الديسير هذا ولا هاد الطريقه هذه على طريقتي الخاصه، يعني ما شاء الله فقط جالسه وما عندي عكزانة، ما عندي ما ندير، وانا نقول ارى نشارك معكم الطريقه هذه. ومازال ان شاء الله عده وصفات اللي هما ساهلين ساهلين، بخيزو او جعده او كل واحد شنو كيقول له اللي هو عارف جوج دقائق توجدوا ماشي حتى خمسه دقائق. وهكا كنشارك معكم تبارك الله ما شاء الله. ما عليكم الا الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد او كل لا فيديو حطيت في القناه طياب متنوع. وهكا خوتي خواتاتي كيف ما كتلاحظوا فهو روعه ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي رسول الله، ومع السلامة إلى فيديو آخر إن شاء الله.